يعطيكم العافيه. انا استاذ نور ادريس السوري، ان شاء الله رح نحكي اليوم عن موضوع بخصوص التوجيه الادبي عن درس المسرح. اول شيء درس المسرح، احنا عارفين انه هذا الموضوع موجود عندنا في وحده التكامل، فانا لما اشوف كلمه مساحه اول شيء بدي افكر فيه اللي هو التكامل. فلو شفنا في المثال الاول، طالب منا نوجد مساحه المنطقه المحصوره بين منحنى الاضطران قاف السين بتساوي 2 س زائد 3 ومحور السينات، ومعطيني مستقيمات اللي هو الاول س قيمته 1، الثاني س تساوي 2. اول خطوه بنعملها بالاستفاده من المستقيمات اللي بعطيني اياها في السؤال، اللي هي راح تكون بتمثل لي حدود هذا التكامل. فانا هون عندي مستقيمين، اول واحد قيمته 1، الثاني عندي قيمته 2. عشان نقدر نشوف انه انا في عندي قيمه محصوره بيناتهم ولا لا، بدنا ناخذ الاقتران ونساويه بالصفر. عندنا الاقتران ق س قيمته 2 س زائد 3، فبنيجي بنحكي 2 س زائد 3 بتساوي صفر، ونحلها حل عادي، ناقص 3 للطرفين، فبتصير عندنا 2 س بتساوي سالب 3 على 2 على 2، بتطلع لنا قيمه س بتساوي سالب 3 على 2. بسأل حالي هالسؤال، هل القيمة سالب 3 على 2 محصورة بين الواحد والاثنين؟ أكيد لا، مش محصورة بيناتهم، فرح تكون المساحة بالنسبة لي هي عبارة عن التكامل من 1 ل 2 لمنحنى الاقتران قاف السين دال السين. الاقتران قاف السين الموجود عندنا هون هو عبارة عن 2 س زائد 3 دال السين. أصلا بدنا نيجي نكامل تكامل عادي، ال 2 س تكاملها 2 س تربيع على 2 زائد الثلاث تكاملها 3 س، حدود التكامل بالنسبة لي من 1 ل 2. وبنقدر نعمل قبل التعويض عملية اختصار، فبصير عندنا س تربيع زائد 3 س من 1 ل 2. هسا بضل علينا موضوع التعويض. التعويض زي ما احنا عرفنا انه تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي، فأول شيء بدنا نعوض 2، فبتصير عندنا 2 تربيع هي عبارة عن 4 زائد 3 ضرب 2 اللي هي 6 ناقص تعويض الحد السفلي، الواحد 1 تربيع 1 زائد 1 ضرب 3 3، فبتصير عندي 4 زائد 6 10 ناقص 1 زائد 3 اللي هي 4، فبيطلع عندي الجواب 6. بما انه طلع عندي الجواب موجب بخلي قيمته زي ما هي، فبيطلع عندي المساحة بتساوي 6. نيجي على المثال الثاني، طالب منا نوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاضطران ق س بيساوي 3 ناقص س، ومحور السينات والمستقيمات س بتساوي 3 وس بتساوي 6. وزي ما حكينا المستقيمات اللي بعطيني اياها في السؤال وظيفتها بس تكون عبارة عن حدود للتكامل اللي موجود معي، فهي عندي حد الأول 3 والحد الثاني 6. في عندنا شغلة كثير مهمة لازم أتأكد منها، إنه أنا بس أساوي الاقتران بالصفر، يا هل ترى القيمة رح تكون محصورة بين هذول العددين ولا لا؟ فنشوف عندنا 3 ناقص س بيساوي صفر، لو نقلنا سالب س للطرف الثاني بتطلع عندي قيمة س بتساوي 3. بما إنها الثلاث موجودة أحد حدود التكامل، برضه بستغني عنها وما بحتاجها في تكاملي، فبتطلع عندنا هون المساحة هي عبارة عن التكامل من 3 لستة للاقتران اللي هو عبارة عن 3 ناقص س دال س. وهسا بنعمل عملية التكامل اللي هو 3 تكامل 3 س ناقص السين تكاملها س تربيع على 2، حدود التكامل من 3 لستة. عند التعويض اتفقنا ناتج تعويض الحد العلوي ناقص الحد السفلي، فبتصير عندي 3 ضرب 6 بنعوض الحد العلوي، 3 ضرب 6 18 ناقص 6 تربيع 36 على 2 برضه 18، هي ناقص تعويض الحد السفلي، 3 ضرب 3 اللي هي 9 ناقص 3 تربيع 9 على 2. فبنيجي بنحكي 18 ناقص 18 قيمتها 0 ناقص 9 ناقص 9 على 2، عندي صار عدد ناقص كسر، فبنضطر نعمل عملية توحيد المقامات على 1 ضرب 2 ضرب 2، فبصير عندي الجواب 0 ناقص 2 ضرب 9 18 على 2 ناقص 9 على 2، بالنسبة لي الجواب رح يطلع سالب 9 على 2. واحنا اتفقنا انه المساحة دائما لازم تكون قيمتها موجبة، فباجي بحكي بس القيمة المطلقة للجواب اللي طلع معي، فبالنسبة لي المساحة رح تكون هي عبارة عن 9 على 2. بالنسبة للسؤال الثالث، جد مساحة المنطقة المحصورة
بين منحنى الاقتران قاف س بيساوي س تربيع ناقص 4 محور السينات. احنا اتفقنا في اول مثالين انه هو بيعطيني مستقيمات، اتفقنا انه هاي بتمثل حدود لهذا التكامل الموجود معي. بس بما انه مش معطيني مستقيمات فانا بوجد حدود التكامل عن طريق مساواه الاقتران بالصفر، فبكون عندي س تربيع ناقص 4 بتساوي صفر، بنقول الأربعة للطرف الثاني بتصير عندي س تربيع بتساوي 4 تحت الجذر من الطرفين، فبتطلع عندي س بتساوي موجب سالب 2. فبتكون عندي المساحة هي عبارة عن التكامل من العدد الصغير السالب 2 لعند 2 للاقتران س تربيع ناقص 4. هاي الحالة اللي مش معطيني فيها مستقيمات، سوينا الاقتران بالصفر طلع عندي قيمتين لس، هذول القيمتين بيمثلوا لي حدود التكامل. فبنيجي بنحكي تكامل س تربيع هو عبارة عن س تكعيب على 3 ناقص الأربعة تكاملها 4 س من سالب 2 ل 2، وهسه تعويض مباشر اللي هو تعويض العلمي ناقص تعويض الحد السفلي. ل 2 لما نعوضها 2 تكعيب 8 على 3 ناقص 4 ضرب 2 اللي هي 8 ناقص تعويض الحد السفلي السالب 2 تكعيب سالب 8 على 3 ناقص 4 ضرب سالب 2 زائد 8. عشان اقدر اجمع هذول الكسرين لابد من توحيد المقامات، على 1 ضرب 3 هون، على 1 ضرب 3 ضرب 3، فبتصير عندي 8 على 3 ناقص 3 ضرب 8 24 على 3 ناقص سالب 8 على 3 زائد 24 على 3. 8 ناقص 24 بالنسبة لي رح تكون 16 على 3، بس لأنه ال 24 نشرته سالبي فبيطلع الجواب سالب 16 على 3 ناقص سالب 8 زائد 24 تعطيني 16 موجب على 3، وعندي إشارة السالب فبيطلع جوابي سالب 32 على 3. وزي ما اتفقنا المساحة ما بيطلع الجواب عندي بالقيمة السالبة، فبناخذ قيمة مطلقة للجواب اللي طلع معي، فبتكون عندنا المساحة قيمتها 32 على 3. نيجي هسا على المثال رقم 4 اللي هو طالب منا نوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاضطراب قاف س يساوي 2 س ناقص 4، ومعرف لي اياها على فترة، هاي الفترة من 0 ل 3. طبعا هاي الفترة كأنه بقول لي مستقيمات عندي في السؤال، فهي رح تمثل لي حدود تكامل، فبكون عندي حدود تكامل الصفر والثلاث. عندنا الخطوة الثالثة قلنا إنه إحنا بدنا نساوي الاقتران بالصفر، فباجي بحكي 2 س ناقص 4 تساوي صفر، منها 2 س بنقول السالب 4 على الطرف الثاني بتطلع عندي بتساوي 4 على 2 على 2 بتطلع عندي قيمة س 2. باجي بسأل حالي سؤال، هل الاثنين محصور بين القيمتين الموجودات عندي اللي هم الصفر والثلاث؟ أكيد الاثنين محصور بيناتهم. في هاي الحالة المساحة الكلية بتتجزأ عندي لمساحتين، اللي هي المساحة الأولى بكون تكاملها بين الصفر للاثنين، والمساحة الثانية بكون تكاملها من اثنين لثلاث. فباجي أول إشي باجي بحسب المساحة الأولى اللي هي تكاملها حدوده بين الصفر والاثنين لمنحنى الاقتران الموجود عندي 2 س ناقص 4 دال س. هسا 2 س تكاملها هو عبارة عن 2 س تربيع على 2 ناقص الأربعة تكاملها 4 س، حدود التكامل بالنسبة لي من 0 ل 2، في عندنا اختصارات موجود 2 مع 2، فبتصير س تربيع ناقص 4 س بين 0 لل 2. هسا ما بضل علينا بس التعويض، واحنا بنعرف انه تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي، 2 تربيع اللي هو بعطيني 4 ناقص 4 ضرب 2 اللي هي 8 ناقص تعويض الحد السفلي 0 تربيع 0 ناقص 4 ضرب 0 0. صار عندي م1 بتساوي 4 ناقص 8 سالب 4، واحنا اتفقنا انه المساحه قيمتها ما بتطلع بالسالب، فبضطر اخذ القيمه المطلقه للجواب، فبتطلع عندي م1 بتساوي 4. هيك احنا اوجدنا النص الاول من السؤال، اللي احنا اوجدنا المساحه الاولى، ضل علي اوجد له المساحه الثانيه. باجي بحكي ميم 2 حدود تكامله رح تكون من 2 ل 3، فهو عباره عن التكامل من 2 ل 3 قاعده الاقتران 2 س ناقص 4 دال س، برضه التكامل بالنسبه لي 2 س ناقص 4 تكاملها س تربيع ناقص 4 س من 2 ل 3 نفس طريقه التكامل في ميم 1. بضل علينا تعويض الحد العلوي، باجي بحكي
3 ضرب 9 ناقص 4 ضرب 3 اللي هو 12 ناقص تعويض الحد السفلي 2 ضرب 4 ناقص 4 ضرب 2 اللي هي 8 9 ناقص 12 بالنسبة لنا سالب 3 ناقص 4 ناقص 8 سالب 4 صار عندي سالبين متتاليات جمع سالب 3 زائد 4 اللي هي 1 هاي بالنسبة لنا المساحة 2 طلعت موجبة ما في داعي ناخذ قيمة مطلقة فبالنسبة لنا بتصير المساحة الكلية هي عبارة عن ميم 1 زائد ميم 2 ميم 1 طلعت معنا 4 زائد ميم 2 اللي هي قيمتها 1 فبالنسبة للمساحة الكلية قيمتها 5 نيجي على سؤال رقم 5 طالب منا نحسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران طرف السين بيساوي السين تكعيب ومحور السينات ومعطيني المستقيمات سين بتساوي سالب 2 وسين بتساوي 1 اتفقنا المستقيمات هي بتمثل لي حدود هذا التكامل فأنا عندي من سالب 2 ل 1 الخطوة الثانية بنساوي الاقتران بالصفر عندي الاقتران قاف السين بيساوي سين تكعيب فبنيجي بنحكي سين تكعيب بتساوي صفر عشان اتخلص من الأس ونفرض الجذر عندي سين تكعيب باخذ الجذر التكعيبي للطرفين فقيمة سين بالنسبة لنا تطلع صفر نسأل حالنا هل الصفر محصور بين السالب 2 و 1 أكيد الصفر محصور بيناتهم فصارت عندي المساحة الكلية بتتجزأ لمساحتين المساحة الأولى تكامل من سالب 2 لصفر المساحة الثانية تكامل من صفر لواحد فبنوجد له أول إشي المساحة الأولى ميم 1 بتساوي التكامل من سالب 2 لصفر لقاعدة الاقتران اللي هي سين تكعيب دال السين هسا بنكمل سين تكعيب تكاملها هي عبارة عن سين قوة 4 على 4 حدود التكامل من سالب 2 لصفر هسا بنعوض تعويض الحد العلوي ناقص السفلي نيجي بنحكي صفر صفر قوة 4 صفر على 4 ناقص تعويض الحد السفلي سالب 2 قوة 4 هي عبارة عن 16 على 4 فبيطلع عندي صفر على 4 صفر ناقص 16 على 4 4 فبتطلع عندنا المساحة الأولى هي عبارة عن سالب 4 واتفقنا المساحة ما بصير تطلع قيمتها سالبة فباخذ القيمة المطلقة فميم 1 بتساوي 4 وهيك ما بنكون خلصنا حل السؤال بضل عندي الجزء الثاني إيجاد المساحة الثانية فبكون عندي ميم 2 عبارة عن التكامل من 0 ل 1 لقاعدة الاقتران نفسها اللي هي س تكعيب د س لما نيجي نكامل س تكعيب تكاملها س قوة 4 على 4 حدود التكامل بالنسبة لي من 0 ل 1 هسا باجي بحكي تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي 1 قوة 4 هو عبارة عن 1 المقام عندي نفس ما هو ناقص تعويض الحد السفلي 0 قوة 4 0 على 4 فبتطلع منه المساحة الثانية عبارة عن 1 على 4 وطلعت موجبة ما في داعي ناخذ القيمة المطلقة بضل علينا بس نكتب له بآخر خطوة اللي هي بتمثل المساحة الكلية المساحة الكلية هي عبارة عن ميم 1 زائد ميم 2 ميم 1 طلعت معنا 4 زائد ميم 2 اللي هي 1 على 4 عدد زائد كسر نضطر لتوحيد المقامات فبيطلع عندي 16 على 4 زائد 1 على 4 بيطلع معنا الجواب 17 على 4 نيجي على مثال رقم 9 موجود معك في الدوسية اللي هو احسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران قاف السين بيساوي سين تربيع زائد 2 سين ناقص 3 ومحور السينات وقلنا إذا ما أعطاني المستقيمات وما كان عندي حدود لهذا التكامل بمجرد بما إني سويت الاقتران بالصفر رح يطلع عندي حدود التكامل لهذا الاقتران عشان نقدر نحسب المساحة فأول خطوة رح تكون عندي في الحل إني أساوي الاقتران بالصفر فرح يكون عندي سين تربيع زائد 2 سين ناقص 3 بتساوي صفر بما انها هاي على صورة عبارة تربيعية عشان اقدر احلها لابد اني احلل هاي العبارة التربيعية وتحليلها بنفتح كوسين السين تربيع هي عبارة عن حاصل ضرب سين في سين بننزل الاشارة بالنص زي ما هي بعدين باجي بحكي موجب بسالب هاي عندي سالب عددين حاصل ضربهم 3 ومجموعهم 2 اللي هو عندي 3 والواحد يساوي صفر هسا بوجد قيم سين فباجي بحكي إما سين زائد 3 بتساوي صفر ومنها قيمة سين بتطلع عندي سالب 3 أو سين ناقص 1 تساوي صفر ومنها قيمة سين بتساوي 1 وهي طلع عندي حدود التكامل اللي راح نستخدمهم في إيجاد المساحة
فبتكون عندنا المساحة بتساوي التكامل من سالب 3 العدد الأصغر للعدد الأكبر للواحد لمنحنى الاقتران اللي هو عند السين تربيع زائد 2 سين ناقص 3. تكامل السين تربيع هو عبارة عن سين تكعيب على 3 زائد 2 سين تكاملها 2 سين تربيع على 2 ناقص الثلاث تكاملها هو عبارة عن 3 سين من سالب 3 للواحد. في عندنا اختصارات 2 مع 2 فبتصفي عند المسألة سين تكعيب على 3 زائد سين تربيع ناقص 3 سين من سالب 3 إلى 1. هسا بنيجي على التعويض. بالنسبة لنا تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي، فبتصير عندنا 1 تكعيب 1 على 3 زائد الواحد تربيع 1 ناقص زي ما هي 3 ضرب 1 اللي هي 3 ناقص تعويض الحد السفلي سالب 3 تكعيب سالب 27 على 3 زائد سالب 3 تربيع 9 سالب 3 ضرب سالب 3 برضو زائد 9. هسا نجمع الحدود، بصير عندنا 1 على 3 زائد عندي 1 ناقص 3 هي ناقص 2 ناقص سالب 27 على 3 هي عبارة عن سالب 9 زائد 9 زائد 9، هذول بنختصرهم مع بعض سالب 9 وموجب 9، فبتصير عندي المسألة 1 على 3 ناقص 2 ناقص بضل جوا موجب 9 فهي صارت سالب 9. سالب 2 ناقص 9 هي عبارة عن سالب 11. عشان نقدر نحلها لابد من توحيد للمقامات على 1 ضرب 3، فبتصير عندنا 1 على 3 ناقص 33 على 3 بيطلع عندي الجواب سالب 32 على 3، وزي ما حكينا المساحة ما بزبط تطلع عندنا بالسالب فبضطر اني اخذ قيمة المطلقة، فبتكون عندي المساحة هي عبارة عن القيمة المطلقة لسالب 2 على 3 وتساوي 32 على 3. نيجي على المسألة رقم 10، طالب منا نحسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران قاف السين بيساوي 2 سين تربيع ناقص 8 ومحور السينات في الفترة من 1 ل 3. بما انه معطيني فترة، بما انه يعني معطيني حدود لهذا التكامل اللي هم من الواحد ل 3، ضل علي اشوف لما اساوي الاقتران بالصفر راح تعطيني قيمة محصورة بين هذول المستقيمات او ضمن هاي الفترة ولا لا؟ نشوف 2 سين تربيع ناقص 8 بتساوي 0، السالب 8 بنقلها للطرف الثاني صارت عندي 2 سين تربيع بتساوي 8 بالقسمة على 2 للطرفين اي سين تربيع بتساوي 4. قلنا نتخلص من الأس بنفرض له جذر سين تربيع بناخذ الجذر التربيع للطرفين بتعطيني قيم سين اما 2 او سين بتساوي سالب 2. هون طلع معي قيمتين لما سويت الاقتران بالصفر. بسأل حالي هل الاثنين محصورة بيناتهم؟ اكيد الاثنين محصورة بين الواحد والثلاث، السالب 2 لا معناته ما بتلزمني بالحد، فبتكون عندي السؤال يتجزأ لمسألتين، فبصير عندي المساحة الأولى تكاملها من 1 ل 2، المساحة الثانية تكاملها من 2 ل 3. نوجد المساحة الأولى هي عبارة عن التكامل من الواحد ل 2 لمنحنى الاقتران اللي هو 2 س تربيع ناقص 8 د س. 2 س تربيع تكاملها هو عبارة عن 2 س تكعيب على 3 ناقص 8 س من 1 ل 2، وزي ما حكينا تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي. 2 في 2 تكعيب 8 على 3 ناقص 8 في 2 اللي هي 16 ناقص تعويض الحد السفلي 1 تكعيب مضروب ب 2 على 3 ناقص 8 مضروبة في 1. 2 ضرب 8 تعطيني 16 على 3 ناقص 16 ناقص 1 تكعيب 1 ضرب 2 بتصير عندي 2 على 3 ناقص 8. عشان اقدر اعمل عملية الجمع والطرح لابد من توحيد المقامات على 1 ضرب 3 ضرب 3 عندي هون على 1 ضرب 3 ضرب 3، فبتصير عندنا المسألة 16 على 3 ناقص 3 ضرب 16 اللي بتعطيني 48 على 3 ناقص هون 2 على 3 ناقص 24 على 3. 16 ناقص 48 اللي هي عبارة عن سالب 32 على 3 ناقص 2 ناقص 24 عبارة عن سالب 22 على 3، سالبين متتاليات موجب سالب 32 زائد 22 بعطيني سالب 10 على 3.
واتفقنا المساحة ما بتطلع منها قيمتها سالبة، فباجي بحكي ميم واحد بتساوي القيمة المطلقة لسالب 10 على 3، فبتطلع عندي المساحة الأولى 10 على 3. هيك ما أنهينا حل المسألة، ضل علينا نوجد المساحة الثانية، فباجي بحكي ميم 2 بتساوي التكامل من 2 ل 3 لنفس الاقتران اللي هو 2 س تربيع ناقص 8 د س. تكامل ال 2 س تربيع هو عبارة عن س 2 س تكعيب على 3 ناقص 8 س من 2 ل 3. هسا بضل علينا التعويض، الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي. 2 في 3 تكعيب دي عبارة عن 27 على 3 ناقص 8 ضرب 3 اللي هي عبارة عن 24 ناقص، نعوض ال 2، 2 في 2 تكعيب على 3 ناقص 8 في 2 اللي هي عبارة عن 16. في عندي هون اختصار بين ال 27 وال 3 بتعطيني 9، 2 ضرب 9 هي عبارة عن 18 ناقص 24 ناقص 2 تكعيب 8 ضرب 2 16 على 3 ناقص 16. 18 ناقص 24 بعطيني سالب 6 ناقص، عندنا هون عدد وكسر، لابد من توحيد المقامات، ضرب 3 ضرب 3 تطلع عندي 16 على 3 ناقص 48 على 3. فبتصير عندي سالب 6 ناقص 16 على 3 ناقص 48 على 3 بعطيني الجواب سالب 16 ناقص 48 اللي هو عبارة عن 32 على 3. بتصير جمع فبطلع عندي سالب 6 زائد 32 على 3. بتوحيد المقامات كمان مرة بتصير عنا هي عبارة عن سالب 18 على 3 زائد 32 على 3، فبطلع عنا الجواب 18 سالب زائد 32 هو عبارة عن 14 على 3. هيك بنكون أوجدنا ميم 2 اللي هي قيمتها 14 على 3. فبكون عندي بنفس السؤال ميم 1 اللي أوجدناها قيمتها هي عبارة عن 10 على 3، وميم 2 اللي طلعت معنا اللي هي قيمتها 14 على 3. فبنيجي بنحكي المساحة الكلية هي عبارة عن ميم 1 زائد ميم 2 اللي هي عبارة عن 10 على 3 زائد 14 على 3، اللي بيطلع عندنا 10 زائد 14 24 على 3. ولو بدنا نختصرها بيكون الجواب 8. نيجي هون نحكي عن الشق الثاني من درس المساحة اللي هو إيجاد المساحة عن طريق الرسم. هسا هون هو بعطيني مساحة المنحنى وبطلب مني إيجاد قيمة التكامل، فأنا عشان أقدر أوجد قيمة التكامل بدي أكون عارف إنه المنحنى يا هل ترى موجود فوق محور السينات أو أسفل محور السينات. لو جينا على المثال الأول بعطينا رسمة لمنحنى الاقتران وبقول لي ميم بتساوي 4، هو طالب قيمة التكامل. هون بيجي بقول لي جد لي قيمة التكامل من 1 ل 5 لقاف السين دال السين. التكامل من 1 ل 5 هو نفسه قيمة المساحة اللي هو معطيني إياها بالسؤال اللي هي بتساوي 4، وبسأل حالي هل المنحنى فوق محور السينات ولا تحت محور السينات؟ بالنسبة لنا في هذا السؤال المنحنى موجود فوق محور السينات، فبكون الجواب موجب 4. لو جينا على المسألة رقم 2 طالب منا جد التكامل من 3 ل 1 لقاف السين دال السين، معطيني ميم قيمتها 5. هاي عشان أحلها أول إشي بدي أوجد أنا المساحة الموجودة معي هي موجودة تكامل من 1 ل 3، فبالنسبة لي التكامل من 1 ل 3 لقاف السين دال السين شو بتساوي؟ المساحة اللي هو معطيني إياها بالسؤال اللي بتساوي قيمتها 5، وبما إنه منحنى الاقتران مرسوم تحت محور السينات فباخذ الإشارة السالبة، فبكون عندي قيمة التكامل من 1 ل 3 لقاف السين دال السين بتساوي سالب 5. لكن بالسؤال مش طالب مني التكامل من 1 ل 3، طالب مني التكامل من 3 ل 1. بهاي الحالة لما يطلب مني التكامل من 3 ل 1 لقاف السين دال السين، أنا كل اللي عملته إني بدلت أو قلبت حدود التكامل فبقلب الإشارة، الجواب عندي سالب 5، بصير عندي الجواب موجب 5. نيجي هون معطيني ميم 1 معطيني ميم 2 وبقول لي بده تكامل من سالب 1 ل 7، فأنا باجي بحكي في السؤال بكل بساطة
عند التكامل من سالب واحد لسبعة لقاف السين دال سين على حسب الرسم المعطيني اياها في السؤال هي مجزأة على ميم واحد وميم اثنين، يعني رح يكون عندي تكامل من سالب واحد للنقطة هاي اللي هي الصفر وبكمل من صفر لسبعة اللي هي بتمثل لي ميم اثنين، فبصير عندي التكامل من سالب واحد لسبعة بيساوي التكامل من سالب واحد لصفر لقاف السين دال السين زائد التكامل من صفر لسبعة لقاف السين دال السين. واتساب التكامل من سالب واحد لصفر هو بيمثل لي ميم واحد اللي هي قيمتها ثلاثة، وباجي بسأل حالي بما انه الرسم موجود فوق محور السينات بنحط لها الإشارة الموجبة زائد التكامل من صفر لسبعة بيمثل لي ميم اثنين اللي هو معطيني بالسؤال قيمتها بتساوي تسعة، لكن بما انه منحنى الاقتران تحت محور السينات فاحنا بنعوضها بإشارة سالبة، فبتصير عندي التكامل من سالب واحد لسبعة لقاف السين دال السين شو بيساوي؟ ثلاثة ناقص تسعة اللي هو قيمته سالب ستة. نيجي على المسألة رقم خمسة، بقول لي إذا كان ميم بيساوي ثلاث، ميم اللي هي عبارة عن المساحة المحصورة بين منحنى الاقتران قاف السين ومنحنى الاقتران ها السين، بقول لي بدي التكامل من واحد لأربعة لقاف السين ناقص ها السين دال السين. احنا بنعرف إنه التكامل من واحد لأربعة لقاف السين ناقص ها السين دال السين هذا بيمثل لي المساحة، لكن لازم الشرط يكون عندي الاقتران العلوي ناقص الاقتران السفلي، فباجي بحكي بما انه اللي طالبه في السؤال العلوي اللي هو قاف السين ناقص الاقتران السفلي فراح تكون قيمته نفس قيمة المساحة اللي معطيني اياها في السؤال اللي هي بتساوي ثلاث واشارتها موجبة لانه موجود عندي العلوي ناقص السفلي. في المسألة رقم ستة معطينا ميم قيمتها أربعة بده التكامل من واحد لثلاث لها السين ناقص قاف السين، ما أجي بحكي التكامل من واحد لثلاث لها السين ناقص قاف السين دال السين، أنا هون عندي مين العلوي ناقص السفلي ولا السفلي ناقص العلوي؟ لو طلعنا ها السين هو عبارة عن الاقتران السفلي ناقص قاف السين هو عبارة عن الاقتران العلوي. في المسألة اللي فوقيها كان طالب العلوي ناقص السفلي، أخذنا قيمة ميم مع إشارتها الموجبة، فكانت عندي الجواب طلع قيمته ثلاث، لكن بما إنه طالب مني الاقتران السفلي ناقص الاقتران العلوي، باخذ قيمة ميم اللي معطيني إياها بالسؤال اللي هي ثلاث، وبحط لها بس الإشارة السالبة. نيجي على آخر فكرة موجودة معنا في درس المساحة. معطيني فاضل مثال بقول لي بيمثل الشكل نافذة طول قاعدتها 2 متر محصورة بمنحنى الاقتران ص بيساوي قاف السين اللي هو عبارة عن واحد ناقص سين تربيع، بقول لي إذا أردنا وضع زجاج على النافذة وكانت تكلفة المتر المربع الواحد منه 5 دنانير فما التكلفة الكلية للزجاج النافذة؟ احنا بنعرف إنه احنا عشان نقدر نحسب له التكلفة الكلية لازم أقل شيء يكون معي المساحة ضرب سعر المتر المربع الواحد. المساحة بنقدر نطلعها باستخدام التكامل، سعر المتر المربع الواحد منه معطيني اياه 5 دنانير، فأنا أول شيء عشان أوجد التكلفة الكلية محتاج أوجد مساحة هذا الشكل. بالنسبة لنا المساحة عشان نقدر نوجدها هي راح تكون عبارة، معطيني أول شيء في المساحة الاقتران قاعدته قاف السين بتساوي 1 ناقص سين تربيع، وإحنا بنعرف إنه المساحة هي عبارة عن تكامل محدود، فأنا عشان أقدر أطلع حدود هذا التكامل بدي أساوي الاقتران بالصفر، فبنيجي بنحكي 1 ناقص سين تربيع بيساوي صفر، ومنه 1 بتساوي سين تربيع، عشان أتخلص من التربيع باخذ جذر للطرفين بتطلع عندي قيمة سين موجب سالب 1، فبتكون بالنسبة لنا المساحة هي عبارة عن التكامل من سالب واحد لواحد لقاف السين اللي هو معطيني اياه واحد ناقص سين تربيع دال السين. هسا باجي بحكي تكامل الواحد شو تكامله بالنسبة لنا راح يكون هو عبارة عن سين ناقص السين تربيع تكاملها سين تكعيب على ثلاث من سالب واحد إلى واحد. بضل علينا عشان نوجد قيمة المساحة بس تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي. فباجي بحكي الحد العلوي بالنسبة للواحد واحد ناقص واحد تكعيب واحد على ثلاث ناقص تعويض الحد السفلي سالب واحد ناقص سالب واحد تكعيب هو عبارة عن سالب واحد على ثلاث،
واحد ناقص واحد على ثلاث رح يكون عندنا عشان نقدر نحلها بدي اوحد مقامات. ضرب ثلاث ضرب ثلاث، وهون بالنسبة لنا برضه توحيد مقامات، ضرب ثلاث ضرب ثلاث، فبتصير عندي ثلاثة على ثلاث ناقص واحد على ثلاث ناقص سالب ثلاث على ثلاث ناقص ناقص واحد على ثلاث. ثلاث ناقص واحد هي عبارة عن اثنين على ثلاث ناقص سالب ثلاث ناقص ناقص واحد، هون بتصير عندي عملية جمع، فباجي بحكي سالب ثلاث زائد واحد هي عبارة عن سالب اثنين على ثلاث، سالبين متتاليات جمع، فبتطلع بالنسبة لي المساحة بتساوي أربعة على ثلاث. بما إنه المساحة هون طلعت معنا موجبة، ما في داعي ناخذ القيمة المطلقة، فراح تكون بالنسبة لي التكلفة الكلية هي عبارة عن المساحة اللي احنا هسا أوجدناها اللي هي قيمتها أربعة على ثلاث ضرب سعر المتر المربع. سعر المتر أو تكلفة المتر المربع الواحد منه بيقول لي 5 دنانير، معناته المساحة اللي قيمتها 4 على 3 ضرب 5، فبتطلع بالنسبة لي التكلفة الكلية هي عبارة عن 20 على 3.